من خلال رسالة مكتب فضائية نورسات الأردن في العمل المسكوني والإنساني مع كافة العائلات الكنسية في المملكة وتحت رعاية الأب الأرشمندريت نادر صوق بمناسبة يوبيله الفضي الكهنوتي، يقيم المكتب بازاره السنوي الثالث الرحمة، وذلك في كنيسة السيدة العذراء للروم الملكيين الكاثوليك جبل عمان، الذي يقام بالتعاون مع شبيبة الأردن للدراما المسيحية ومشاركة كافة الفعاليات الكنسية من مختلف الكنائس من شبيبات وكشافات، حيث يتميز بازار هذا العام باحتوائه على أكبر مغارة ميلاد في المملكة، إضافة إلى أجنحة تضم أشغالاً يدوية ومستلزمات عيد الميلاد المجيد. كما تقام على هامش البازار عروض وحفلات يومية للأطفال وأمسيات ميلادية تقدمها جوقات متعددة من كنائس مختلفة. بازار الرحمة الثالث. يدعوكم مكتب فضائية نورسات الأردن للحضور والمشاركة في بازار الرحمة الثالث تحت رعاية قدس الأب الأرشمندريت نادر صوق، راعي كنيسة السيدة العذراء للروم الملكيين الكاثوليك في جبل عمان بمناسبة يوبيله الفضي الكهنوتي، وذلك في الأوقات التالية: بتنظيم من شبيبة الأردن للدراما المسيحية، جوقات متعددة تبدأ الساعة 7 مساء، حفلات أطفال يومية تبدأ الساعة 6 مساء، أكبر مغارة ميلاد في الأردن. لمتابعتنا عبر بمحبة نلقاكم. أكبر مغارة ميلاد في الأردن.